هاي، اهلا بيكم. النهارده هنعمل قرايه برج الميزان شهر اكتوبر 2022. قرايه برج الميزان، كل سنه وانتم طيبين، عيد ميلادكم. هنعمل لكم القرايه شهر اكتوبر 2022. قرايه برج الميزان شهر اكتوبر 2022. عندك مخاوف ليه كده؟ بص يا برج الميزان، انت عندك مخاوف كتير جدا وقلقان وتعبان من حاجة. انا شايفة ان في اعتدال في العمل، ما عندكش مشكلة في العمل، تمام، والصحة كويسة. عندك مشكلة في الأموال، الأموال بطيئة أو بتيجي بالراحة أو مش بتيجي بسرعة، تمام. عندك بطء في الأموال، أوكي. العاطفة عندك تعبانة، عندك مشكلة في العاطفة. شايفة إن في فرصة جاية لك وفي كاس حب هيتقدم لك الشهر ده. دول كويسين، يمكن دول يشيلوا المخاوف اللي عندك، ويمكن دول يأثروا على الحالة العاطفية اللي عندك، لأن حالتك العاطفية ميزان وحشة جدا. بص، انت مدمر عاطفيا، حاسس بخيبة امل، حاسس بزعل، حاسس بتعب في العلاقة دي او اللي كان عنده علاقة عاطفية يعني. تمام، دي القراية العامة لبرج الميزان. تعالوا نشوف اخبار العزاب ايه. عزاب برج الميزان، عزاب برج الميزان، الطاقة العامة لعزاب برج الميزان شهر أكتوبر 2022. عزاب برج الميزان شهر أكتوبر 2022. بص يا ميزان، انت كان عندك علاقة وانتهت، رفعت سيفك فيها. التارو بيقولك العلاقة اللي كنت انت فيها دي كانت كارما، كانت كارما في حياتك. العلاقة اللي فاتت دي كانت كارما في حياتك. طب ايه اللي هيحصل قدام؟ بيقولك لو انت قدمت كاس حب من غير ما تبقى مقيد او معلق بالشخصية، فده حب حياتك، هيبقى عندك تو اوف كوبس، تو اوف كوبس، تمام. يعني التارو بيقولك ايه؟ حب اللي قدامك، قدم كاس حب، بس بلاش تعلق، تمام. ما تتعلقش قوي، ما تبقاش كده، تمام. الوسط حلو، ده الميزان. مرتبطين ومتزوجين الميزان، طاقة مرتبطين ومتزوجين برج الميزان، طاقة مرتبطين ومتزوجين برج الميزان. برضو انا مش هتكلم غير لما اخلص تنزيل كل الورق. مرتبطين ومتزوجين برج الميزان، مرتبطين ومتزوجين برج الميزان، مرتبطين ومتزوجين برج الميزان، نزلوا مقلوبين.
طرف تعبان قوي. طيب تعالوا نبتدي القرايه. برج الميزان، انت بتحن لحبيبك قوي زمان، يعني يعني بتحن لعلاقتكم في اولها مع بعض، تمام؟ هو انت العالم بتاعه وهو العالم بتاعك، شايف ان هو فرصة حياتك وان هو حبيبك، تمام؟ هو طاقته حاسس ان هو مقيد مربوط، عايز يطلع من التأييدة دي، عايز يبتدي بداية جديدة، فرفع سيفه عليك، تمام؟ انت مديله القوة، انت برضو عايز تبتدي بداية جديدة وعايز تعمل كل اللي في امكانك وكل قدراتك، عندك طاقة زمجسية ان انت تقدر تغير العلاقة دي، عايز يبقى فيها توازن، انت حزين وزعلان دلوقتي وعايز تقدم كاس حب او تقدم فرصة تانية لحبيبك، حبيبك ندمان زعلان عايز يقدم لك فرصة تانية، عايز يمشي. في منكم بعض الطاقات ممكن تكون مسافرة، في منكم بعض الطاقات ممكن تكون عايزة تسيب العلاقة. طب ليه عايز يسيب العلاقة؟ لانه حاسس ان هو مقيد، عايز يبتدي بداية جديدة ورفع سيفه عليك. بس عنده طاقة الشمس، عنده طاقة الشمس عايز يبتدي بداية جديدة، وعنده حبيبه اللي هو انت، عنده طاقة زلافرز، هو حبيب، هو بيحب، تمام؟ بس متمسك ومتحفظ جدا في العلاقة. طب ايه معنى خلاصة اللي انا قلته ده؟ خلاصة ان انا قلته ده ان هو بيحبك بس عايز يبتدي معاك بداية جديدة، لان هو طلع له زادس، اوكي زادس دي بداية جديدة وانت عايز تبتدي معاه بداية جديدة، انتوا الاثنين بتحبوا بعض، من الواضح كده ان كان في مشاكل كتيرة قوي قوي بينكم، بس انتوا عارفين ان انتوا عالم بعض، فانتوا عايزين تاخدوا بريك من بعض، تهدوا، عايزين تبتدوا بدايات جديدة. انت هو عايز الشمس وعنده طاقة زلافرز، وانت عندك طاقة التوازن والاعتدال عشان تقدروا تكملوا مع بعض. انت عايز تقدم له كاس حب وهو قافل على نفسه ومتمسك بالعلاقة دي ومش عايز يسيبها، تمام؟ طيب مصير العلاقة دي ايه؟ مصير العلاقة دي ايه؟ مش محتاجة اقول حاجة خالص. بعد الخناقات والمشاكل وبعد كل النزاعات اللي حصلة بينكم دي، انا جات لي الطاقة دي، واو، والظهر طلع لي تو اوف كابس. لا، العلاقة دي مكملة ومكملة حلوة قوي، انتوا عندكم بيت حلو جدا، طلع لي طاقة تو اوف كابس مرتين في العلاقة، فهي علاقة مكملة، بيتكم سعيد. يمكن تكون حصلت بعض مشاكل او بعض الحاجات اللي انتم ما فهمتوش فيها بعض، عايزين تبتدوا بدايات جديدة مع بعض، بس العلاقة دي مكملة، العلاقة دي حلوة. حافظوا على بيوتكم يا ناس، حافظوا على بيوتكم. انا شايفة ان طاقته حلوة، بيحبك، عايز يبتدي معاك بداية جديدة وانت عايز تبتدي معاك بداية جديدة، فخلاص لو في مشاكل ونزاعات وخلافات اهم كارتين دول طلعولي، اوكي ارموا كل حاجة ورا ظهركم، بدل بتحبوا بعض، بدل في حب ممكن يبقى في تفاهم، ممكن يبقى في فور اوف وانت، ممكن تبنوا أسرة سعيدة، تمام؟ ربنا يوفق الجميع يا رب. راية حلوة لبرج الميزان، طمنوني عليكم في الكومنتات. باي باي. قراءة منفصلين برج الميزان، قراءة منفصلين برج الميزان، شهر اكتوبر 2022، قراءة منفصلين برج الميزان، شهر اكتوبر 2022. برضو انا هتكلم لما انزل كل الورق. قراءة منفصلين، طيب قراءة منفصلين برج الميزان، قراءة منفصلين برج الميزان، شهر اكتوبر 2022.
المنفصلين برج الميزان شهر اكتوبر 2022. اتعرضت لايه يا ميزان؟ برج الميزان في طرف تالت، طلعت لي ثلاث مرات في خناقات كتيرة قوي بينكم. ممكن تكونوا هو العالم بتاعك، وممكن تكونوا بتشوفوا بعض اونلاين، تشوفوا بعض عن طريق الانترنت، في حد بيشوف التاني او بيراقب التاني انترنت، انت عارف ان هو فرصة حياتك، في خناقات كتيرة بينكم، بيراقبك، انت تعبان جدا، في طرف تالت. طيب تعالوا نشوف بقى ايه التاني. انت قلبك مكسور، في طرف تالت حاسس انك انخدعت، دي طاقتك انت، طاقته هو عايز يمشي، رفع سيفه عليك، هو اللي رفع سيفه عليك وعايز يمشي وزعلان في العلاقة دي، دي طاقتك دي طاقته. طيب انت حاسس بانك انخدعت جامد وعندك سيوف مستني عدل، في طرف تالت. تمام، عجبت الحظ معاك وانت رافع سيفك عليه وواخد قرار قاطع بنهاية العلاقة دي. هو عنده حالة ضبابية، عايز يعمل عملية استشفاء، بيحاول يتواصل معاك حتى لو بالتخاطر، في بينكم اتصال قوي، اتصال روحي. انا ظهر عندي هنا العالم، فهو ممكن في بينكم اتصال عبر الانترنت. اوكي، حاسس بحمول كتيره وعنده طاقه امبرر برضو، هو مديك شكل ان هو ايه، ان هو اللي يعني هو اللي قوي في العلاقه، بس انت واخد قرار قاطع، يعني ان انت مش هتكمل، انت قرارك واضح، انت قرارك واضح. هو الورقه الوحيده اللي عندك حلوه الورقه دي، عجلة الحظ معاك، بس انت حاسس انك انخدعت، حاسس انك انظلمت، ففي طرف تالت مستني عدل، اخدت قرار قاطع. مصير العلاقة، انت رافع سيفة، هو هيحاول يرجع لان هو عنده حالة ضبابية، هو بيحاول يتخاطر معاك وبيراقبك اونلاين، فهو هيحاول يرجع، هيحاول يقدم كاس حب، بس انت هيبقى عايز يكمل معاك تنفقون، يعني عايز يكمل معاك، عايز يبتدي معاك علاقة صح، عايز يبتدي معاك يفتح اسره. انت حاسس ان انت انخدعت، تمام، فانت هترفض العلاقه دي، وهو هيبقى في حيره، هيبقى في حاله لخبطه، هيبقى في حاله بيقارن بين امرين، بيقارن بين طرفين تقريبا، هتبقى انت والطرف الثالث اللي عنده ده، هيبتدي يعمل مقارنه بينكم لان انت هترفضه. برج الميزان هيرفض شريكه، هو هيرجع، هيرجع، بس الواضح ان انت هترفضه. ليه هترفضه؟ لان هو عنده طرف تالت، وانت انجرحت في الطرف التالت وحاسس انك انخدعت، فانت رافع سيفك عليه، طلع لي مرتين، انت هترفع سيفك عليه وخلاص، هتنهي العلاقه دي، هتاخد قرار قاطع بنهايه العلاقه دي. تمام، يعني انا مش عارفه المفصلين برج الميزان انتوا بتشوفوا القرايه ليه، يعني بعضكم انتوا اللي عايزين تنهوا بقى خلاص العلاقه دي. تمام، هيرجع لو حد مستني يرجع، هو راجع، تمام، بس انت اللي هترفضه، وهيرجع بكاس حب كمان، يعني هيرجع لك بعرض، هيرجع لك بطلب، تمام، بس انت اللي هترفضه لان انت حاسس انك انخدعت. وعلى فكره هو عنده دلوقتي حاله ضبابيه، تمام، بيقارن بينك وبين الطرف الثالث، واصلا لما انت هتسيبه هو هيقارن برضو بينك وبين الطرف الثالث. تمام، دي علاقه مرتبطين برج، علاقه منفصلين سوري
دي علاقة منفصلين برج الميزان.